كون يلي صار هاد كل شي باختصار. قهرمان بالساحة وفيها ولع نار. قهرمان بالساحة يعني انت مالك مكان. اسأل يلي قبلك شو اللي صار باللي تحدى. قهرمان الديب اللي بإيدي ندف ريشك نتف مو شغلتك البوبجي انت شغلك تنعلق للقتل وللإجرام بالبوبجي. عندي غريزة ما بعتبرك من الخصوم بعتبرك فريزة. قهرمان بالنسبة لكم كالكابوس بعد هالغيبة انا راجح حتى دوس كلاب حدة الأسياد. صدق مو شايفكن بدعسكم مثل الجراد. السلام عليكم أصدقائي كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جانا لكم فيديو جديد مثل ما عوداكم على طول كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم فيه جد كتير فيه مواجهات كتيرة. بتمنى أنه يعجبكم الفيديو. إذا كنت أول مرة عم تابعنا لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وكل فيديوهاتنا القديمة. واجهنا شخص باللعبة فبالجيم فما بعرف إذا هو شخص المزبوط ولا لا حسب حكي متشي. فأنا ما بعرفه ولا حتى بعرف شو اسمه على اللعبة. فإذا كنتوا مع متشي بنفس الرأي فبتمنى الكل يكتب لي بالتعليقات إذا هذا الشخص هو الشخص الحقيقي ولا حدا تاني مسمي حاله بنفس الاسم. ما راح أقول إنه مين هو ولا كيف مشان ما حدا يقول لي والله هلا بتعليقات إنه لا عم بنشهر على حسابه. فخليكم على الفيديو مشاهدة متعة والسلام عليكم. ما تحبني زيادة. شافوا وانا اخوك. شافوا انت لاقي لي سلاح انت. بعد. ايه بالله شربنا شنينة وشلينا اللحمعجينات. ليك بلش يضرب على العالم ولسه ما عنده غير ما عندي غير ضربوا فلير اكثر من عند هذا الشخص. طبشت معكم هرمى قدامك ناس ابن شام. اوي سكواد ارجع. ابن شام ما عندي خوذه بس شوي. وينه؟ هون عندي. ايوه بس ملاقينا خوذه بال شو اسمه. علوبي حبايبي يلا لا تكبروا حبايبي كمبرة مو منيح لكم. بتضرب الصحة والله العظيم بتضرب الصحة. خذ انت دم. وانا بدي دم ما فيني اطلع. نوك هذاك نوك. بدي دم. شوف دمي ما معي غير مشروب. تعالوا خذوا. والله لقيت الاسقاط. خليني اعبي ما تهجم. خليني اعبي. ايه بدي اروح على هاي الحاويه اشوف رمانات. ما عندكم؟ لا والله لو عندي كنت نزلته. Let's go. صاروا هنيك. أكيد هذول بدهم يلفوا لنا ولا شلون؟ وين قهرمان؟ واحد هذا كبوت شكله قدامك على الحاويات اللي نزلنا عليه. قدامك ابن الشام. هو قدامك ليكو هرب. جبته هو بالسيارة. هدي خلني اجيب سيارة. قال ما عندي سيارة. تعالوا. روح ورا البيت
ورا البيت، ورا البيت، ورا الشجرة هذيك. ليكو ليكو ورا الشجرة هنا. الو بيولك مصطفى. لا لا بس بس مصطفى بس. اه ليك في سيارة عجبة. وقف 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 في... لا توقف روح. انا اتوقف لحالي استاذ. وقف وقف لاقو وقف. جتنا سيارة تانية، جتنا اجى سيارة تانية لعنده. سيارة تانية كمان بش عليه. تعال تعال ما تضرب هيك، ما تضرب هيك. بدنا نهيل. ليكو 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 ليكو. وقف وقف السيارة، وقف. شباب يا زلمة تعال نمشي، ما هيك محشورين. في صخرة ورانا، روح على الصخرة أو تاع السيارة. لك امشي امشي امشي. خليني بس هي ليك. في عالم هون كمان، في عالم هون كمان. اركبوا السيارة، اركبوا السيارة، خلينا نروح. اركب بنش ابن الشام ركاب، ابن الشام ركاب، يا ابن الشام ركاب، يا ابن الشام ركاب، كرمال الانبياء ولو. طيب عم ننادي لكم، يعني ضروري نعيط ونصيح 24000 مره. خلاص نروح. ليك بيطحش 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 بيطحش. Form up on me. يلا كف كفو. قارون شلته بالرمانه. ها شلته بالرمانه. هذا انا والله العظيم ما اعرف، طحشتكم كلياتها غلط. ابن الشام قهرمان كانوا ثلاث سكوادات ترى.
طيب ثلاثة سكوادات. ابن الشام يقول لي انت ما عم، انت قائد السكواد وما عم تعطيني اشياء، لما بحكي معه شغله ما بيرد وبيطحش. ليك هي طحشتك كلها غلط ابن الشام. هو تيك اصلا ما بتشيله. ارفع صوتك ما ارفع صوتك. عامل لك لو سويت هيك ما بنشيله. لا لا بنشيله. بالتكتيك بتشيلهم، اذا بتيجي عليهم مثل الخلف بتشيله. ليك ما ضل عندي طلق الا اوكي عنديك شوي. في هون كثير زتت 300. وين؟ هون هون. ليك سيارة 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 سيارة. وين؟ وين؟ ليك طلعت هون 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 عالجبل قدامنا. تعال. اوكي اوكي اوكي. ليك. راحوا عدلوا بهدوليك هنا. أو في سيارة تانية على الدروب أولي. تعال والش لكن فوق في عالم فوق هون دمجتهم؟ أعطيت دمج لواحد لك العمى اثنين يقوم وما نزل. هداك اللي عند الصخرة ولا شلون؟ دمجوا. بش 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 قهرمان بش 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 والله انا قبلكم باشش. فوقني فوقني وين عم تضرب قناغر انت؟ Form up on me. ما طلع اخضر او دم. تعال. لا لا لقيت لقيت خلاص لقيت 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 خلاص. وين في كار انا بدي مصطفى في كار بدي وزتت لك سكوب 8. عليكم قدامنا قدامنا بالبيت. لك وين وين أم الدنيا ما عليك؟ في سكوات ثاني قرر ما انتبه في سكوات ثاني قدامك. وين الأخير؟ كفو شفت كيف صار عندي؟ ايه قرر من تعد خول في سكواد كان على الجبل كمان ابو الفيسيس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت كيف صار عندي بالمواجهة مجه؟ ايه يعني سلاحي موجه له ما اكل ولا دمج مني. ايه اسف بس كنا مضطر لانه كان بده ينزل. عادي 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 بس لا عم قلك يعني شوف كيف صار عندي. لا تلوت لا تلوت قرما لا تلوت. لك ما عم لوت ولو بس عم دور على ابو الفي اس اس. وينه؟ ما كان عم دور عليه. تعال اركب سير. تعال يلا عن جبل هو؟ ما بعرف بس ما الصوت هيك صار كان على الجبل. ليكو 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 هنيك وين؟ قدامنا على الجبل على اليسار.
عند عند الشجرة بتشي هون بهذا الطرف هو. اوكي ورانا صار ايش بتشوف كمبر اكيد عم بضرب شوي لشوف بين العشيش وين كفو علوبي 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 حبيبي علوبي وين سعيد؟ عبيدة ما تلاقيها ما تجيب السيارة في دروب تحت اوكي متشي هذيك هي امشي 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 انزل انزل ما في ما في ما في بنزين تعال تعال خذ كفر تعال خذ كفر ورا البيت ورا البيت صاروا ناخذ كفر من صخره شغله عمله ليش ما اجاني صوت السياره انت كيف شفت استحي اقول لك شنو صرت انت عدي عدي جاي معك ايه مراني هذا مليون روزس لا ايه مراني يلا علوبي علوبي سلام كفو والله مين هو؟ مليون روزس اسمه نفسي بس ما بعرف اذا مقلدينه ولا شلون ما بعرف روح سيارتهم هون هذاك وران ظبط صوته من شو اسمه ظبط صوت يا ابن الشام كفو كفو علوبي 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 يلا متشي يلا كفو